يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين إذا وقعنا في مهمة أو ملمة ماذا ننادي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي ومناياي في آخرتي ودنياي مولاي أبا الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام زيارة مني ونهابة عن والدي ووالد والدي وإخوتي وأخواتي وأهلي وأقربائي وجيراني حيهم مع ميتهم ومن لم يكن له وريث يذكره وبالخصوص من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى قلدناكم الدعاء والزيارة السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه محمد صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوتي أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا
وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة. إلهي بأمير المؤمنين استجب دعاءنا يا الله، فك أسرانا واشف مرضانا ورد الغرباء، وتوبة من أناب إليك مقبولا، وعبرة من بكى من خوفك مرحوما، والإغاثة لمن استغاث بك موجودا، والإعانة لمن استعان بك مبذولا، وعدادك لعبادك منجزا، وزلل من استقالك مقالا، وأعمال العاملين لديك محفوظا، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي الذي يتمنى في هذه الليلة، ويتم أولاده وبناته. شلون حال زينب؟ تنظر إلى محرابه، تنظر إلى داره، معلق فيها السيف، بس هذا البيت لشب أمير المؤمنين لقضاء الحوائج. تقول يا بياب يا بياب يا بياب، لا تفن سيفك البتار وياب، ترى يا بياب لا تفن سيفك البتار وياب، ترى مشاهدة في البيت يوحشني، بلياك امتى تجي يا ياب، حي الله محياك. تقول بعد زينب، تقول محلى الأبو في العيد، لا جمع أولاده ولبسهم الزينة على جار العادة، ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة، الطيب القلب وتصير عيشتهم هني. واحنا أبونا 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 قبل عيد بتسعة أيام سافر وخلانا، وصرنا بعد أيتام، واحنا الليلة بعد احنا يتامى علي، واحنا تيتمنا وصار العيد
بالشام باكر الناس معيده واحنا بعزيه بحق محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين انك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ربي نسألك أن نكون من المشمولين والمرحومين في هذه الليلة. استجب دعاءنا وسجل أسماءنا من المحظوظين يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتكم وموتى المؤمنين والمؤمنات والشهداء ومن مات على ولاية علي بن أبي طالب نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.